فترة المدرسة بالنسبة لي كانت فترة لذيذة جدا، كنت بحبها بجد. ما كانش عندي تقريبا مشاكل، كنت شاطرة دراسيا، عندي صحاب كتير بحبهم وبيحبوني، وفي البيت ما كانش عندي أي مشاكل مع أهلي، as long as إن أنا بروح بتبع قانون إنه من 5 لـ 8 مذاكرة، أروح أرتاح ساعة، الساعة 5 أخش أوضتي ما أطلعش منها إلا الساعة 8. بجد عمري ما حصل لي مشكلة في الموضوع ده خالص، لحد يوم ما أمي دخلت عليا وقفشتني بأرتشي كوميك جوه كتاب البيولوجي. كانت خناقة كبيرة جدا، ودخلت طبعا في تراست ومش تراست، وكانت أول مرة فعلا موضوع الثلاث ساعات ده يسبب لي مشكلة، عشان كانت أول مرة أسأل نفسي هو ليه لازم أذاكر ثلاث ساعات؟ طب ما أنا ممكن مذاكرتي تخلص في ساعتين، ممكن في 4. وبعدين الموضوع كبر معايا لفكرة الرولز نفسها، هو أنهي أهم؟ إن أنا أروح في كيرفيو بتاعي علشان أنا مضطرة إن أنا أبقى في البيت في الكيرفيو ده غصب عني، ولا عشان أنا من جوايا مقتنعة إن البنت الديسنت لازم تروح في مكان ديسنت عشان نبقى كلنا ديسنت في مجتمع ديسنت جدا؟ الموضوع بالنسبة لي ابتدى طبعا كل ما بكبر وببقى عايزة حاجات أكتر، يعمل مشاكل في الكوميونيكيشن مع أهلي، لأنه مبقتش ببقى فاهمة فكرة الرولز اللي في البيت، القوانين اللي أنا لازم أتبعها، الأهم إن أنا أتبعها عشان مجبرة ولا عشان أنا من جوايا مؤمنة بيها وهستخدمها بغض النظر عن اتقال لي اعملي كده أو ما تعمليش كده. للحظة من اللحظات ابتديت أحس إن أنا بتكلم لغة مختلفة مع الناس اللي في البيت دول، أنا بقول حاجة وهم بيقولوا حاجة وبجد مش فاهمين بعض. الإحساس اللي جوايا ده كان لما كبرت اتحطت جنبه علامة استفهام تانية. Guys، كبرت شوية وابتديت أكسبيرينس نوع مختلف جدا من الإيموشن. أنا معجبة بواحد بس مش فاهمة هو ليه مش معجب بيا، وفي نفس الوقت هو معجب بواحدة هو مش فاهم هي ليه معجبة بيها، وفي واحد بره معجب بيا أنا ومش فاهم أنا ليه ممكن معجبش بيه، وبنبقى طلعانين يا عيني جيل مش فاهم بعضه، بنت وولد بيكلموا لغة مختلفة خالص، وكأني مش بس بتكلم لغة مختلفة عن الناس اللي في البيت ده، أنا بتكلم لغة مختلفة opposite gender. ولكن الموضوع ما وقفش هنا، كبرت شوية وبقى في نوع تاني من الإيموشن جوايا، مصر. ابتديت ألاحظ حاجات كتير جدا في البلد، وابتديت أحس بحاجات في البلد عجباني أو مش عجباني، ومن خلالها ابتديت أخد موقف مع الناس اللي مسؤولين من البلد، الحكومة أو المجلس. الناس دي بتفكر إزاي؟ إحنا ليه مش مبسوطين من الناس دي؟ هو إيه الصعب قوي في إرحل؟ ما تمشي، ما تفهمنا إيه الصعب؟ إيه الصعب في إن أنتوا تفهموا الشعب ده عايز إيه؟ وكأني مش بس بتكلم لغة مختلفة عن الناس اللي في البيت وعن الأوبوزيت جندر، لكن سبحان الله بكلم لغة مختلفة عن الحكومة بتاعتنا أو عن المجلس بتاعنا أو أي كان مصدر السلطة اللي ماسكنا. كنت خلاص بدخل الجامعة وأنا عندي مشكلة هوية فظيعة جدا، مش عارفة ألمس أنا مين، أو من خلال إن أنا مش عارفة أفهم الناس اللي حواليا. المشكلة دي خلتني عندي حلم إن أنا قبل ما أتخرج من الجامعة أبقى عملت حاجة واحدة كبيرة تكون مش بس ساعدتني أعرف أنا مين، ولكن تكون ألهمت الحد ناس قدامي، ناس كتير يعرفوا هم كمان هم مين، أو يسخنوا على حاجة ويقوموا يعملوها. أكون ألهمت الناس بجد إن هم يلمسوا حاجة فيهم زي ما مش عارفة ألمس أي حاجة في نفسي في اللحظة دي. ولكن ما كنتش عارفة الحاجة دي إيه. دخلت الجامعة وأنا عارفة إني نفسي أعمل achievement كبير جدا، ولكن لسه مش مكتشفة إيه achievement اللي أنا عايز أعمله. لحد ما دخلت تالتة جامعة، رحت حضرت TEDx كايرو 2010، وأنا قاعدة كانت أول مرة ألاحظ أنا بحلم بيه قبل ما أتخرج. أنا بحلم أعمل نفس اللي الناس عملوا فيا في المسرح ده للناس اللي قاعدين في TEDx اللي جاي. أنا نفسي أقف وأكلم الناس وأوصل لهم الإحساس اللي وصل لي من الناس اللي واقفة على المسرح دلوقتي، عايزة أسخنهم إن هم يعملوا حاجة، أو إن هم يحلموا إن هم يقفوا على المسرح ده ويسخنوا ناس تانية إن هي تعمل حاجة. ولكن كان عندي مشكلة، I was timed، كان عندي سنة لو ما حققتش فيها الحلم ده غالباً مش عارف أحققه، لأن نرجع لنهاية إنه حلمي مرتبط بالتخرج بتاعي، أنا عايزة ألمس جوايا حاجة قبل ما أتخرج. سنة من الشغل المرعب، ابتديت شغل على السبيتش بتاعي تقريبا من يوم ما روحت من TEDx كايرو.
دخلت على النت، ابتديت اعمل ريسيرش، نزلت ابتديت اكلم ناس في الشارع، اخد نوتس، اسال ناس بتحلموا بايه، نفسكم تعملوا ايه. بشتغل بباشن وطاقه ما كنتش عارفه ان هي اصلا موجوده جوايا. كان كل اللي كنت بفكر فيه طول السنه دي وكانت اهم حاجه في حياتي. رحت الاوديشن وكنت متوتره عشان كنت عارفه ان الناس اللي هيعملوا لي الاوديشن مش هيختاروا بتساهل مع الناس، وكنت عارفه ان في شخصيه من بين البانل دي بالذات مرعبه جدا، يعني نقدر نقول ان هي سايمون كاول بتاع تيدكس كايرو. هم يعني كنت وانا واقفه بره على الاوديشن كل ما اسالهم هو اللي جوه ده اتاخر ليه، يقولوا لي اصل دكتور اكس، سميه دكتور اكس، ماسكه مبهدله جوه. عرفت انه ما بيقولش كلمه حلوه لحد بجد. دخلت وانا بقول ربنا يستر، وقلت التوك بتاعي بكل ما فيا من باشن، اللي هو انا مش هدي حد فرصه ان هو يقول لي انت مش هتطلعي تقولي التوك ده. خلصت التوك وانا رجلي مش شايلاني فعلا، وكان في 5 ثواني من الصمت الرهيب، وبقيت ابص لدكتور اكس كده ما تقول حاجه انا هتشتم ولا ايه. لقيته رجع لورا كده، ربع ايده وراح بص لي وقال لي اكسلنت، يو ار ريدي تو جو اون ستيج. كانت لحظة السعادة والفخر المفرطة في حياتي. It was the proudest moment of my life. إيه ده إيه ده إيه ده؟ اللي أنت ما سمعتش طبعاً الباقي قالوا إيه؟ أنا سامعة مزيكا بقى وعصافير وسحاب ومش مش مش بجد مش سامعة. كنت في إحساس الأتشيفمنت، أكيد كلكم حسيتوه قبل كده. أنا وصلت ومش محتاجة خلاص أستنى يقولوا لي الريزلت. هو قال مستر إكس قال لي I'm ready to go on stage. I am. ابتديت اكلم اصحابي واقول لهم يا ريت تملوا الابلكيشن عشان انا هتكلم في تيدكس كايرو 2010. والموضوع بالنسبه لي كان كل ما الوقت يقرب اي جيت مور اكسايتد، ومستنيه فعلا اليوم ده يجي علشان احقق حلمي. وكان في نفس الوقت فاضل 3 اسابيع على الجرادويشن بتاعي، ومش مصدقه ان في الوقت القصير ده فعلا عرفت احقق حلمي. وقبل الايفنت بثلاث ايام جالي تليفون من حد في التيد تيم، طلعت طبعا من الكلاس بتاعي عشان ارد. الو منا، ايوه هاي ازيك، انا طبعا بكلمك عشان اقول لك ان التوك بتاعك تحفه. عارفه ميرسي، but we're very sorry you didn't make it. سواد، لحظه احباط وفقدان للامل وهارت ايك مش هعرف احكيه لكم. يمكن الموضوع بالنسبه لكم يبقى اتس توك، يعني ايه بتقولي هارت ايك والكلام الكبير ده، بس انا حلمي اتحطم بعد ما كنت لمسته. كان جوايا احاسيس كتير قوي كلها سلبيه وكلها فشل وكلها كآبه، ولكن كان بيغطيها احساس واحد اني مش فاهمه. برضو مش فاهمه انا ليه، واي ديدنت اي ميك ات، مش فاهمة ان انا بجد هتخرج ومش هكون حققت حلمي. مش عارفة استوعب، مش فاهمة، وكأن مش كفاية اني طول الوقت ده مش فاهمة اتعامل مع كل اللي حواليا، ده انا دلوقتي مش فاهمة اتقبل مع نفسي اللي بيحصل لي. عدى 2 اسابيع من 3 اسابيع او اكتر، وخلاص الجراديويشن بتاعي كان في خلال ايام، وابتديت اتقبل الموضوع. تقبلت اني مش هتكلم في تاد، ولكن ما كنتش متقبله خالص اني هتخرج من غير ما احقق الحاجه اللي انا كنت بحلم بيها. كان لسه الاحساس ده بيطاردني، وما كنتش فرحانه بالتخرج ولا كنت اكسايتد، وكان نفسي بجد اعمل فريز للتايم. جينا قبل الجراديويشن بيوم، وكنت طبعا كلنا عارفين ان حفله الجراديويشن بتبقى مقسومه لجزئين. الجزء الاولاني اللي هي الاوفيشال جراديويشن سيريموني، اللي هي بتبقى الجامعه عاملاها، اللي بنروح نسمع سبيتشز لناس عمرنا ما شفناهم ولا هنحب نشوفهم تاني في حياتنا، نسقف ل 2000 3 7000 اسم، واللي يتسقف له جامد يبقى اكتر واحد جامد في الدفعه، ونتصور مع ماما وبابا وابي ونروح. والجزء التاني بقى هو الجزء اللي كل الجرادويتس بيبقوا مستنينه تقريبا، الافتر جراد. الافتر جراد ده بيبقى يا اما حفله بتنظم عن طريق برايفت بارتي، يعني حد بينظمها وكل الدفعه بتحتفل مع بعضها، يا اما احنا مش هنروح الافتر جاد اللي متنظمه دي، وهنروح نخرج خروجه صغيره نحتفل مع اصحابنا، وكل واحد حر يحتفل بالطريقه اللي هو عايزها. انا واصحابي ما كناش لسه قررنا عايزين نعمل ايه، بس كنا عارفين ان احنا مش عايزين نروح الافتر جاد، وكنا عايزين نحتفل لوحدنا بس لحد ليله الجراديويشن بالليل، ما كناش لسه قررنا عايزين نروح فين. فانا واقفه خلاص الجراديويشن بكره،
فانا واقفه بقول لهم خلاص يا جماعه انا هتصل بقى احجز تيكتس لينا احتياطي لو ما عرفناش نعمل حاجه، لانه اكيد لازم برضو نخرج وننبسط يوم الافتر ذات. لقيت صاحبتي بتبص بيبصوا لبعض كده كذا حد وانا مش فاهم هو في ايه، ولقيتها بتقول لي منا احنا مش هينفع نروح عشان انت مش هينفع تدخلي. ليه ان شاء الله يعني؟ سوري يا منا، اصل ممنوع المحجبات. ده زي ممنوع الوقوف صف تاني مثلا، على اساس ان انا 128 حمراء. ما بقتش فاهمه، كانت لحظه غضب واحساس بالرفض، واحساس حسيت احساس مش المفروض ان انا احسه، حسيت ان انا غير مرغوب فيا، ودي حاجه مش المفروض اي حد في الدنيا يحسها مهما كان ومهما كان شكله ولا لبسه ولا. وليه مش فاهمه؟ ما انا بلبس حلو مش بيئه يعني، هشرفهم يعني. وبعدين انا دافعه مصاريفي، صحيح اللي منظم الجامعه دي مش الاي او سي نفسها، ولكن اللي منظم الحفله دي يعني ما دفعش على نفقه مامته وباباه، وانا دافعه مصاريفي على نفقه الدوله، كلنا زي بعض يعني. ليه انا ممنوع ان انا اخش الحفله دي؟ كان عندي فراستريشن فظيع، وكنت بكلم صاحبتي، خلاص الجراديويشن فاضل عليها ساعات، احنا بالليل بكلم صاحبتي في التليفون، كنت بعيط وانا مش عايزه اروح ومش فارق، ما كنتش ناويه ان انا اروح، ولكن بمزاجي ما احسش ان انا مش مرحب بيا في مكان لمجرد حاجه انا بلبسها. كنت متضايقه ومتعصبه، قالت لي منا كده او كده مش هتروحي الافتر جراد، فملوش لازم النكد اللي بتنكديه عليا وعلى نفسك. انت كل ما كنت تبقي متضايقه وتكتبي زي بتطلعي النيجاتيف انرجي بتاعتك في الكتابه، اكتبي كده انت حاسه بايه ونامي، صلي على النبي واصحي روحي الجراديويشن وانبسطي وسيبينا ننبسط ابوس ايدك. كتبت، طلعت اللابتوب بتاعي وكتبت نوت على فيسبوك وسميتها محجبه يع، وكتبت فيها احساسي بالرفض وقارنته بناس كتير ممكن يكونوا حاسين ان هم اقليه او مرفوضين، وكتبتها بطريقه فيها تهكم الى اخره، وشرحت فيها انا حاسه بايه، وعملت تاج لسبعه ثمانيه من اصحابي على اساس لو حد فيهم فاضي ان شاء الله يبقى يقراه ويقول لي برده ما تزعليش وكده، وخلاص واصحى واروح الجراديويشن بتاعي. بعد اربع ساعات صحيت عشان اصلي، فببص في النوتيفيكيشن بتاعت موبايلي، لقيت 1500 لايك، 420 مسج على فيسبوك، و370 فريند ريكويست. انا مش فاهمه، مش بحلم صحيح. طبعا خلاص ما كانش في نوم بقى، خلاص هنكمل بقيه اليوم. ما بقتش مستوعبه ايه اللي بيحصل، قلت اخش اقرا كده الكومنتس نفهم ايه اللي بيحصل. هي الكومنتس كان يعني اغلبها يتراوح بين حاجتين، الجزء الاولاني بارك الله فيك يا اخت احنا لازم نقضي على العلمانيين دول ونعرفهم ان البلد ما بقتش بتاعتهم من هنا ورايح. والجزء الثاني وهو اصلا ليه ممكن واحده محجبه تحب تروح مكان ما فيهوش محجبات، عايزه تعمل ايه؟ انا لا انا عايزه اقضي على العلمانيين ولا عايزه اربيهم ولا عايزه منهم حاجه ولا خلبوصه، وعايزه اروح اتخابس في مكان. انا كل اللي انا عايزاه ونفسي فيه ان انا الحاجه الوحيده اللي انا اخترت اعملها بمزاجي، وزي ما كان ليا الحريه فيها كعقيده وتفكير وطريقه تنفيذ، يبقى ليا الحريه فيها كمان ان انا احدد ايه المناسب ليا وايه اللي مش مناسب، مش ان حد يحدده لي. طبعا احساس بقى بلا جراديويشن بلا بتاع، دي الحياه سودة ومحدش فاهمني، ده مش بس اهلي ومش بس الولاد ومش بس البلد، ده المجتمع كله بيتكلم لغه مختلفه، احنا فعلا بنتكلم لغه مختلفه عن بعض. كان الصبح جه ولازم ابتدي بقى البس واروح على الجراديويشن بتاعتي، وخلاص ابتديت بقى وانا في العربيه كده ببص في موبايلي اقرا المسجز ولا هتنكد زياده، وما هي مش فارقه اقراهم بقى وخلاص. على فكره باي ذا تايم اللي انا كنت فيه في العربيه كانت الاهرام اونلاين كتبت القصه، اليوم السابع كتبت، طلعت اشاعه ان الجامعه الامريكيه منعت المحجبات ان هم يدخلوها، فالمصري اليوم كذب الخبر ده، وفي ناس كلموني من عند مدام هاله سرحان علشان اعمل مداخله وقناه 25 يناير. انا كنت مخدوده طبعا ومش مصدقه ان ده بيحصل لي، قلت بقى اقرا المسجات وزي ما تيجي تيجي ما هي باظت. وانا بقرا المسجات لقيت جايلي مسجات
من امريكا والمانيا وكان دبي من حتت كتير. كان جالي مسجات من حتت كتير كان مضمونها شكرا انت قلتي حاجه احنا كان نفسنا نقولها. كان في اب بيقول لي انا دلوقتي بس اقدر اقول لبناتي المحجبات في بلد بره يردوا يقولوا ايه لما حد يقول لهم احنا مش عجبانا طريقه لبسكم. مسجز كانت كلها سبورت وكان فيها مسجز بتقول لي احنا مش موافقين على اللي انت بتقوليه وعلى فكره اعتراضك ولكن احنا بن سبورت يو في ان انت اتكلمتي وما سكتيش. بالرغم ان انا ما كانش قصدي يعني اخد موقف بس ده اللي حصل وده اللي اتقال لي. ولكن من ضمن المسجات اللي جات لي كان في مسجين انا عمري في حياتي ما هنساهم. المسج الاولانيه كانت بنت بتقول لي انا ممكن اكون اكتر واحده في الدنيا حاسه بيكي لان انا بتعرض للي انت بيحصل لك ده بس تقريبا كل يوم بس مش عشان انا محجبه عشان انا مش محجبه. والمسج الثانيه كانت من ماي بيست فريند كان بيقول لي congratulations you did one big thing before you graduate. المسج دي انا قريتها تقريبا وانا بنزل من العربيه. الحياه فجاه ابتسمت في عينيا كده الدنيا بقت تحفه. فجاه حسيت هو ايه اللي كان مهم ان انا اقف واتكلم في تيد ولا انا ليه عايزه اقف واتكلم في تيد؟ انا فعلا حققت اللي انا كان نفسي اعمله. انا حققت حلمي قبل ما اتخرج بلحظات. انا كلمت الناس ووصلت الناس وفي ناس كتير اعترضت وده اللي كان هيحصل برضه لو كلمت في تيد. انا حققت حلمي ولو كان على جزء اصغر بكتير من اللي انا كنت متخيلاه في دماغي. ساعتها بس علامات الاستفهام اللي في دماغي الكتير دي اختفت ومكانها ابتديت افهم. يبقى في جمل بدل علامات الاستفهام. ابتديت افهم انه ما ينفعش كل يوم اتضايق واحس ان انا امي مش فهماني بسبب اعتراضاتها على طريقه لبسي وطول النهار تقول لي مش عاجبني لبسك البسي كذا البسي كذا. فهمت ان انا ما ينفعش اتعصب قوي لما يقول لي حد يقول لي الحجاب بيئه وانا كل اللي كنت بعمله اني بقول ان البنت اللي لابسه قصير زياده عن اللزوم او بادي ضيق زياده عن اللزوم دي بنت مش محترمه. فهمت ان انا ما ينفعش ابقى طول النهار متعصبه من البروفيسور بتاعي في الجامعه او في المدرسه وحاسه قد ايه هو ما بيفهمش عشان مصمم ان احنا نحفظ ومش بيركز في المضمون في حين ان انا كل اللي كنت بعمله اني بركز بيقول بي او بي وبرده مش بركز في المضمون. فهمت ان المشكله مش ان احنا بنتكلم لغه مختلفه، المشكله ان احنا بنتكلم نفس اللغه في نفس الوقت. شكرا.